سوف نتعلم الآن تطبيقاً للمكونات التي ربما لن تجدها بديهية في البداية، لكن كلما تعلمتم المزيد عنها ستكون منطقية أكثر، وأتمنى أنها ستجعلكم ممتنين مرة أخرى لجمال الرياضيات، ومن ثم ستعرفون أيضاً السبب عندما نقول أن N فوق K في المكونات، لما أن هذا أيضا يسمى بمعامل ثنائي الحدود، لأننا سنغطي نظرية ثنائي الحدود. إذن قبل أن أعطيكم نظرية ثنائي الحدود، دعونا نفهم سبب كونها مثيرة للاهتمام. لذا دعوني أمحو ذلك، أعكس الألوان. إذن قبل أن نضرب، لا أعلم، حسناً، دعونا نأخذ قوى مختلفة. إن ثنائي الحدود عبارة عن متعدد حدود يحتوي على عبارتين، إذن A زائد B، حسناً، A زائد B للقوة صفر، هذا يساوي واحد، أي شيء يرفع للقوة صفر يساوي واحد. A زائد B للقوة واحد، حسناً، هذا يساوي A زائد B. A زائد B تربيع، هذا يساوي، وإذا كان لديكم بعضا من الممارسة للقيام بهذا، فلربما أردتم أن تقولوا A تربيع زائد B تربيع، لكن يتوجب عليكم أن تصححوا أنفسكم بسرعة وتصفعوا معصمكم أو دماغكم أو أي منطقة أخرى إذا فعلتم ذلك، لأن ذلك يساوي A زائد B مضروبة في A زائد B. ومن ثم يمكننا استخدام خاصية التوزيع، أو إذا كنتم قد تعلمتموها بهذه الطريقة في الجبر واحد، فيمكنكم استخدام خاصية فويل، ذلك يساوي A ضرب A زائد B زائد B ضرب A زائد B، وهو ما يساوي A تربيع زائد AB زائد BA زائد B تربيع، ويساوي A تربيع زائد 2AB زائد B تربيع. هذه يجب أن تكون بمثابة مراجعة لكم، والآن أصبحت الأمور مثيرة للاهتمام. دعوني أحيط ذلك بدائرة لكي نتذكره، أي A زائد B تربيع تلك. كم يساوي A زائد B تكعيب؟ والآن بدأت الأمور تتعقد، هذا يساوي A زائد B مضروبة في A زائد B مضروبة في A زائد B، أو بطريقة أخرى يساوي A زائد B تربيع ضرب A زائد B، إنه مرفوع للقوة 3، إذا لقد كان هذا A زائد B تربيع، فإذا ضربناه ب A زائد B سوف نحصل على A زائد B تكعيب. لذا دعونا نقوم بذلك، دعونا نضرب هذا ب A زائد B. إذن دعونا نضرب أولا كل شيء ب B، هذه B، دعوني أفعل هذا بلون آخر. A تربيع B هذا يساوي A تربيع ضرب B، الآن دعونا نضرب 2AB ضرب B، إذن زائد 2AB تربيع 2AB ضرب B، ومن ثم زائد B تكعيب، ومن ثم لدينا A ضرب A تربيع، حسناً، هذا يساوي A تكعيب. لا شيء من هذه تتوافق معه، لذا سأضعه في عمود آخر، A ضرب 2AB، حسناً، هذا يساوي 2A تربيع B. سأضع ذلك هنا، 2A تربيع B، ومن ثم A ضرب B تربيع، حسناً، ذلك زائد AB تربيع. والآن سوف نجمع كل هذه العبارات، كل ما نفعله هو استخدام خاصية التوزيع مرة أخرى، لقد ضربنا A بجميع هذه العبارات ومن ثم جمعناها إلى B ضرب جميع هذه العبارات، إذن جمعناهم جميعهم، سوف أحاول القيام بذلك، دعونا نرى، لنضع A تكعيب أولا، A تكعيب،
ومن ثم حسنا، لقد حصلنا في الواقع على هذا الشيء، أي هذه الاثنين A تربيع B. يمكنني كتابتها هنا 2A تربيع B، لأن لدي A تربيع B هنا أيضا. إنني فقط أعيد كتابة الاثنين A تربيع B هنا. إذا لدينا A تكعيب زائد 2A تربيع B زائد A تربيع B، ذلك يساوي 3A تربيع B. ومن ثم 2AB تربيع زائد AB تربيع، ذلك يساوي 3AB تربيع، ثم زائد B تكعيب. وبإمكانك أن ترى أن هذا يتضمن رفع قيمة ما للقوة 3. إذن يمكننا، إذا كان لدينا متسع من الوقت، فيمكننا إيجاد ما هو ناتج A زائد B للقوة 4، أو ما ناتج A زائد B للقوة 10. لكن كما يمكنك أن تتخيل، إن هذا سيتطلب منك يوما كاملا. إذن أليس من البراعة لو كانت تتواجد طريقة سهلة لحساب عبارة ثنائية الحدود مرفوعة لقوة ما؟ ومن هنا أتت نظرية ثنائي الحدود. وفي هذا العرض سوف أوضح لكم ما هي نظرية ثنائي الحدود، سوف أوضح لكم كيفية تطبيقها، سوف أوضح لكم خدعة أو تقنية ستجعلكم عباقرة. ومن ثم في العرض التالي أتمنى أن أعطيكم بعض الأفكار التي توضح سبب احتواء نظرية ثنائي الحدود على المكونات، لماذا تحتوي على معامل ثنائي الحدود. إذن ما هي نظرية ثنائي الحدود؟ دعوني أمحو كل هذا. ويمكنكم تأكيد أن النظرية الثنائية الحدود صالحة بالنسبة لكل ما قمنا بحله لأعلى من A زائد B للقوة 3. يمكنكم إيجاد ناتج A زائد B للقوة 4 إذا أردتم معاقبة أنفسكم. دعونا نرى، سأمحو الصورة. إذن نظرية ثنائية الحدود تخبرنا أن A زائد B مرفوعة للقوة N، وأعلم أنها ستبدو معقدة. في البداية سنقوم بحل مجموعة من الأمثلة، وسترون أنها ليست بهذا القدر من الإخافة، تساوي المجموع من K تساوي 0 إلى N. N هذه تعادل N تلك، لهذه العبارة N فوق K. سنبقى نزيد قيمة K من الصفر إلى N لx للقوة n ناقص x للقوة n ناقص k مضروبة في y للقوة k. أعلم أن ذلك يبدو معقدا، لكن إذا قمنا بحل مجموعة من الأمثلة الواقعية أعتقد أن هذا يجب أن يجعل الأمور منطقية. آسف، ليس هذا، كنت أقوم بنسخ هذا. إن هذا يجب أن يساوي A للقوة N ناقص K، وهذا يجب أن يكون B. ما قد قمت بكتابته سابقا إنه يساوي X زائد Y للقوة N. إذا كان لدينا A زائد B للقوة N، N فوق K في كل عبارة A للقوة N ناقص K مضروبة في B للقوة K. إذن دعونا نطبق هذا، إنها مجموعة من الأمثلة الواقعية. يمكننا أيضا أن نغير من أسماء المتغيرات إذا أردنا. إذا أردنا أن نوضح لكم أنها لا يجب أن تكون A و B، يمكن أن تكون أي شيء. إذن ما هو ناتج A زائد B؟ ودعونا نقوم بحل واحدة تبدو صعبة بالفعل. A زائد B للقوة 4. حسنا، إن نظرية ثنائي الحدود تخبرنا ذلك. دعونا نرى، أول عبارة ستكون، حسنا، تلك N أولا، N تساوي 4 في هذه الحالة. دعوني أضع جميع الأعداد،
يساوي من ك تساوي 0 إلى 4 لأربعة فوق ك لأن ك هو ما تزيد قيمته، a للقوة 4 ناقص ك مضروبة في b للقوة ك. إنني أقوم بتعويض n في تعريف نظرية ثنائي الحدود. وكم يساوي هذا؟ حسناً، العبارة الأولى هي k تساوي 0، إذن تلك 4 فوق 0. من بين 4 أشياء سوف أختار الصفر، وسوف أوضح لكم في العرض التالي سبب نجاح هذا. من a للقوة 4 ناقص k. حسناً، العبارة الأولى k هو 0، إذن هي a للقوة 4 b للقوة 0. البي عبارة عن 1، إذن يمكننا أن نتجاهلها. إذن ما هي العبارة التالية؟ حسناً، ستكون 4 فوق 1، والآن ك تساوي 1، إذن 4 ناقص 1 يساوي 3، a للقوة 3، وك الآن تساوي 1، هذه عبارة عن الصفر، هذه هي العبارة الأولى. إذن b للقوة 1 زائد، كما يمكنك أن ترى، إن كل عبارة نمر بها عبارة a، العبارة الأولى مهما كانت تتناقص، إنها تبدأ بالقوة n أو القوة 4، ومن ثم في كل مرة تتناقص بمقدار 1. ثم العبارة الثانية، أي عبارة b تبدأ بالقوة 0، إذن تبدأ على الواحد، ولهذا السبب لا تراها هناك، ومن ثم تبدأ بالزيادة في كل عبارة. إذن في العبارة التالية أعتقد أنك ترى النمط، سوف تصبح 4 فوق 2، a للقوة 2 b للقوة 2 زائد 4 فوق 3. a b للقوة 3 زائد 4 فوق 4 الآن ستحتوي على a للقوة 0، وهذا يساوي 1، b للقوة 4. سننتهي إذن إذا أوجدنا ما هي معاملات ثنائي الحدود هذه، وقد أتت من هنا، أي من نظرية ثنائي الحدود، لكننا نتذكر كيفية حساب ذلك بشكل عام، وأتمنى أن لديكم الأفكار لهذا. لا يتوجب عليكم حفظه. n فوق k من مكوناتنا مساوية لمضروب n تقسيم k مضروب ضرب n ناقص k مضروب. إذن في هذه الحالة ما هو 4 فوق 0؟ هذا يساوي، أعلم أنه يبدو مربكا الآن، بالرغم من أنه أقل إرباكا من ضربه، لكنني سأوضح لكم بسرعة خدعة ستذهلكم. إذن هذا يساوي 4 مضروب تقسيم 0 مضروب ضرب 4 مضروب، حيث 4 ناقص 0 يساوي 4، a للقوة 4 زائد 4 مضروب تقسيم 1 مضروب ضرب 3 مضروب، حيث 4 ناقص 3 يساوي، أو 4 ناقص 1 يساوي 3. a تكعيب b زائد، أعلم أن هذا يصبح واضحا، لكنني أعتقد أنه من الجيد أن نحل مسألة واحدة بشكل كامل، زائد 4 فوق 2، ذلك يساوي 4 مضروب تقسيم 2 مضروب ضرب 2 مضروب، 4 ناقص 2 يساوي 2. a تربيع b تربيع زائد 4 فوق 3،
ذلك يساوي 4 مضروب تقسيم 3 مضروب، 4 ناقص 3 يساوي 1 مضروب، 1 مضروب. A B تكعيب، ومن ثم 4 فوق 4 ذلك يساوي +4 مضروب تقسيم 4 مضروب ضرب مضروب 0، ب للقوة 4. ولاحظوا أن هذا المعامل يعادل ذلك المعامل، هذا المعامل يعادل هذا المعامل، ومن ثم هذا الواحد يقع في المنتصف، لذا دعونا نقيمهم وسوف أغير الألوان. إذا مضروب 0 في هذه الحالة أنت لا تعلمه، إنه في الحقيقة معرف على أن يكون 1، وهو غير بديهي بعض الشيء لأن مضروب الواحد هو 1 أيضا، لكن ذلك شيء يجب أن تعرفوه. إذا مضروب 4 تقسيم مضروب 0 ضرب مضروب 4 هذا يساوي 1. إذا العبارة الأولى عبارة عن A للقوة 4 زائد مضروب 4، إنه 4 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 1 تقسيم 3 ضرب 2 ضرب 1 هذا يساوي 4. 4A تكعيب B زائد مضروب 4 هذا يساوي 4 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 1 هذا يساوي 24. تقسيم، ما هو مضروب 2؟ إنه 2، إذن 2 ضرب 2 يساوي 4. 24 تقسيم 4 يساوي 6. 6A تربيع B تربيع زائد هذه العبارة نفس هذه العبارة، إذن هذه العبارة نفس هذه العبارة مع تبديل مضروب الواحد ومضروب 3. وربما أنك تريد أن تفكر في هذا لعدة ثواني وكيفية حدوثه، يجب أن يكون منطقيا بعض الشيء بالنسبة لكم، لكن ذلك هو. إذن يساوي 4AB تكعيب، وهو منطقي لأنه يمكن أن يكون A زائد B، A زائد B أو B زائد A متعادلان، لذا من المنطقي أن يوجد تماثل هنا، حيث أن لدينا 4AB تكعيب ولدينا أيضا 4A تكعيب B. تجاهلوني إذا وجدتم ذلك مربكا، وإذا وجدتموه مثيرا فإن هذا يعتبر أفضل. ثم العبارة الأخيرة مضروب 4، هذه العبارة تعادل هذه العبارة، وقد أوجدنا بالفعل أن ذلك يساوي 1، إذن زائد B للقوة 4، لذا لدي بعض التماثل. المعاملات هي 1 4 6 4 1، وسوف أوضح لكم في عرض مقبل أن هذه في الواقع عبارات مثلث باسكال، وهو وسيلة أخرى للمضي في الرياضيات. لكن على أي حال كان هذا عبارة عن تطبيق نظرية ثنائي الحدود، وأنا أدرك أنني استهلكت الوقت المحدد، لذا سأقوم بحل المزيد من الأمثلة في العرض التالي. أراكم قريباً.